السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا بكم معنا الى جولة الصحافة لهذا اليوم، والتي نقرا فيها اهم العناوين من الصحف الصادرة هذا الصباح. والبداية من صحيفة القدس العربي، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد وإلى صحيفة القدس العربي، وفي صفحتها الأولى فلسطينيا نقرأ: انطلقت بعد اعتصام مقدسيين رفضا لقرار المحكمة الإسرائيلية بإبعادهما، الفلسطينيون يصعدون حملة مشطالع ردا على سياسة طردهم من القدس. ونبقى في صفحتها الأولى لنطالع عنوانا سوريا جاء فيه: عقب تقدم النظام في درعا بإسناد جوي روسي، حالة سخط شعبي ضد قادة المعارضة السورية المقيمين في الأردن. ودعونا نقرأ منها عنوانا سوريا ثان ولكن في صفحاتها الداخلية، وفيه: تركيا ستساهم في عملية تبادل الجرحى والمدنيين بين النظام والمعارضة، وصول أكثر من 300 من سكان الفوعة وكفرية إلى دمشق، وقوات النظام تستعيد السيطرة على اللواء 82. أما العنوان الأخير الذي سنقرأه من القدس فهو فلسطينيا، وفيه: الاحتلال يصعد ويقتحم مقر لجنة زكاة بيت لحم ومركز أحرار الأسرى، هدم منزل في القدس وقرابة 500 بيت فلسطيني منذ بداية 2015 في الضفة. ودعونا ننتقل إلى صحيفة الشرق الأوسط، وفي صفحتها الأولى وعن زيارة أردوغان للسعودية عنونت: خادم الحرمين الشريفين يبحث مع أردوغان تعزيز علاقات البلدين ومستجدات المنطقة، قمة سعودية تركية تتوج بمجلس استراتيجي. وعراقيا: نجاة العبادي من هجوم صاروخي في الرمادي، قادة في الحشد الشعبي ضمن قوائم الإرهاب السعودي السورية، وبغداد تطالب تدخل بوتين. وفي صفحاتها الأخرى وعن الشأن اليمني عنونت: المتمردون يمنعون دخول الأدوية للسكان، والصحة العالمية تحذر من كارثة إنسانية، نائب رئيس الأركان اليمنية: الحوثيون يستعينون بخبراء إيرانيين لتجهيز صواريخ سكود وفولغا. أما العنوان الأخير الذي نقرأه من الصحيفة سوريا، وفيه: موسكو تضغط لإزالة عبارة مرحلة انتقالية من دون بشار الأسد، ترحيل مقاتلي الزبداني والفوعة يفتح الباب أمام تكهنات المرحلة المقبلة. وبالانتقال إلى صحيفة الحياة اللندنية، وفي صفحتها الأولى وعن القمة السعودية التركية نقرأ: مجلس تعاون استراتيجي سعودي تركي والجبير اعتبر أن قتل روسيا لزعيم جيش الإسلام لا يخدم السلام، الملك سلمان يناقش أردوغان أحداث اليمن وسوريا والإرهاب. ونبقى في صفحتها الأولى وعراقيا نقرأ: معركة الموصل مؤجلة وتستغرق وقتا طويلا، الفلوجة هدف القوات العراقية بعد الرمادي. وعن حكم بالسجن على رئيس حكومة إسرائيل السابق عنونت الصحيفة: امتيازات وحراسة خاصة وقسم لاستقباله والشخصيات المهمة المدانة، المحكمة العليا تثبت حكما بسجن أولمرت وتخفض محكوميته. والعنوان الأخير الذي نقرأه من الحياة سوريا، وفيه: هجوم معاكس للمعارضة في درعا والنظام يتقدم مجددا في حمص. ودعونا ننتقل إلى صحيفة النهار اللبنانية، وفي صفحتها الأولى لبنانيا نقرأ: الحريري يطل قريبا لعرض الاستحقاق الرئاسي، ضبط كبتاغون في دار الواسعة ومرفأ بيروت. وإلى الشأن العراقي وعنه عنونت الصحيفة:
العبادي يتفقد الرمادي واعدا بإعادة النازحين والإعمار. زيباري يقر بصعوبة معركة الموصل من دون البشمركة. وعن الشأن السوري نقرأ العنوان التالي: تقويم أمريكي مختلف للدور الروسي في سوريا، تحقيق الهدف الرئيسي بكلفة منخفضة. وإلى صحيفة العرب اللندنية والتي نطالع في صفحتها الأولى العناوين التالية، والأول عن العلاقات السعودية التركية، وفيه: أردوغان يلجأ للسعودية لفك الحصار الروسي، الرياض تضع أنقرة في مقياس اختبار موقفها من استقرار مصر. ولبنانيا وعن أزمة الرئاسة، ونبقى في الصفحة الأولى هناك، وحزب الله وعرقلته للانتخابات الرئاسية في لبنان طبعا، وكما ذكرت في الصفحة الأولى: حزب الله ينقل فيتو إيران على فرنجية إلى البطريرك المارون. وفي صفحتها الثانية وعن الشأن السوري عنونت: ترتيبات ميدانية في سوريا تمهيدا لعملية التفاوض بين النظام والمعارضة، قيادي بالجيش الحر للعرب، غرفة الموك تتراجع عن دعم الجنوب، النظام يسيطر على اللواء 82 ويتقدم في الشيخ مسكين. أما العنوان الأخير الذي نقرأه من الصحيفة يمنيا، وفيه: التحالف العربي يحتفظ بحماسه لتصويب الأوضاع في اليمن، قوة برية كويتية تشارك لأول مرة ضمن التحالف. أما في صحيفة الرأي الكويتية وفي صفحاتها خارجيات نقرأ العناوين التالية: داعش يحفر خنادق بامتداد جبال حمرين ويهجر 5000 من قرية الحود بعد إعدامه 4 من أبنائها. بغداد 2016 عام الانتصارات النهائي واستعادة الموصل نهاية دولة الخلافة. خفض عقوبة أولمرت في قضية رشوة إلى السجن 18 شهرا. نتنياهو بعد تهديدات نصر الله: سنرد بحزم على أي اعتداء علينا. أما العنوان الأخير الذي نقرأه منها مصريا، وفيه: أعمال البرلمان تنطلق رسميا في الأسبوع الثاني من يناير، نائب رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور رفض تعيينه نائبا. أعزائي المشاهدين، دعونا ننتقل إلى موقع عربي 21 الإلكتروني، والذي سنقرأ منه العناوين التالية: خبراء وثيقة الخرطوم الخاصة بسد النهضة لم تضف جديدة، ضربة مزدوجة لتنظيم الدولة بسقوط الرمادي ومقتل قادته، بيان من 38 شرعيا يدعون للنفير العام في سوريا، سقط نيابي على وزير الأوقاف الأردني بعد زيارته إيران. ختام جولتنا الصحفية هذا سيكون من صحيفة زمان الوصل الإلكترونية، والتي نطالع منها العناوين التالية: إعلاميان مؤيدان يستنكران محاكاة الموالين شعارات الثورة في اعتصام الزهراء، والقهقهات والعتابات والتبرج الزائد، درعا في خطر ماذا يجري داخل الموك، عروسان وسط الخراب، مؤيدو النظام دمروا حمصة وجلسوا على تلتها. وصلنا إلى ختام جولتنا الصحفية أعزائي المشاهدين، نشكر لكم حسن المتابعة وندعكم مع فقرة الكاريكاتير، وإلى اللقاء. Thank you.